بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 87. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة نعود إليها وقد عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت. الرسالة للأخ بخيت محمد علي أبو نمر، يقول: كان رجل محتاجا وأعطيته نقودا دينا عليه، ومقدار تلك النقود 900 جنيه سوداني، وحلمت في المنام أنني سامحته عن هذا الدين، هل أسامحه فعلا أم لا يجوز أن أسامحه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ما عملته مع أخيك من إقراضه المبلغ الذي احتاج إليه هذا من الإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما ما رأيته في الرؤيا من أنك سامحته فهذا لا يلزمك أن تسامحه، إن شئت تسامحه وإن شئت لم تسامحه، هذا حقك ثابت في ذمته وهو دين في ذمته، والأمر راجع إليك في مطالبته به أو السماح عنه. أما الرؤيا فلا يترتب عليها شيء، لكن ربما يقول: والله أعلم أن ما رأيته من أنك سامحته أن هذا عبارة عن الثواب الذي يحصل له، وأنك بقضاء حاجتك له كأنما أعطيته أو منحته هذا المبلغ الذي توسع به في حاجته. نعم. جزاكم الله خيرا. عودة أخرى إلى رسالة أخرى من السائلة فاحامين من بلدرشي. أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة تسأل فضيلتكم شيخ صالح فتقول: هل الحديث مع النفس بأي نوع من أنواع الأمور كالكذب أو التخيل لأشياء معينة، هل يوقع هذا الحديث في الإثم والحرج؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. حديث النفس ما لم يتكلم به الإنسان وينطق به فإنه لا أثر له ولا يترتب عليه شيء ولا إثم فيه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ على حديث النفس. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ومجرد حديث النفس لا يترتب عليه إثم، ولو أن الإنسان صار في نفسه شيء من الوساوس التي يكرهها ويكره الكلام فيها إنها لا تؤثر عليه بإذن الله. جزاكم الله خيرا. وجهوني فضيلة الشيخ إلى حكم السلام على الأجنبي كسائق الباص مثلا وما أشبه ذلك، كيف هي الطريقة، ولا سيما إذا كان صوت المرأة له ميزة معينة؟ جزاكم الله خيرا. معروف أن صوت المرأة أنه قد يحصل فيه فتنة وقد لا يحصل. صوت المرأة إذا كان فيه خضوع وفيه ميل يؤثر في نفس سامعها فإنه لا يجوز. قال الله سبحانه وتعالى لنساء نبيه: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وهذا وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عام لجميع نساء الأمة، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن القدوة لنساء الأمة، لأن نساء الأمة أحرى في هذا التوجيه وفي حقهن آسف، لأن الورع الذي في قلوب سائر النساء لا يساوي الورع الذي في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نهاهن الله عن الخضوع بالقول غيرهن من باب أولى. فإذا كان صوت المرأة يترتب عليه فتنة فإنه عورة، لأن تمازح الرجل الأجنبي أو ترخم صوتها له
بحيث يكون فيه لذة ويصغي إليه الرجال أنها تغض صوتها. أما الكلام بقدر الحاجة الذي لا ليس فيه فتنة يعني تسأل الرجل أو تسلم عليه إذا لم يكن في هذا مفسدة فلا بأس بذلك. القول بالمعروف وقلنا قولا معروفا يعني ليس فيه فتنة هو قول معتاد بين الرجال والنساء. جزاكم الله خيرا. ماذا شيخ فالح لو تكرمتم عند كتابة الرسائل عند الكلام بالتلفون وما أشبه ذلك؟ كله من هذا النوع. كتابة المرأة للرجل رسالة لا تكتب إلا كلاما عاديا بقدر الحاجة ولا تكتب ممازحة أو شيء مما يطمع فيها الرجال. وكذلك المكالمة بالتلفون مثل المكالمة بالمسافر سواء تراعى فيها الآداب الشرعية والاحتياطات وأن تكون بقدر الحاجة. هذا جزاكم الله خيرا. تقول أختنا لدي مبلغ من المال وقدره 20 ريالا لإحدى صديقاتي ولكن هذه الصديقة توارت عن الأبصار بالنسبة لي ولم أرها وذات مرة وجدتها في مكان وفي نيتي أن أفاتحها في الموضوع إلا أنه لم يكن لدي المبلغ وقد أقرصني الشيطان عن الكلام معها ولم أعد أراها فماذا أفعل بالمال؟ هل أتصدقه؟ وإن فعلت ورأيتها مرة أخرى هل أدفع لها المال؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الواجب أداء المال إلى صاحبته فهو دين في ذمتك يجب عليك أن تؤديه إلى صاحبته مهما أمكن ذلك إما بإعطائها إياه وإما بإرساله إليها. وإذا كنت لم تريها وطالت المدة فعليك أن تسألي عنها من يعرفها وأن تتحري معرفة مكانها بالسؤال والمتابعة لها. والغالب أنها إذا كانت على قيد الحياة أنه سيكون هناك من يعرفها من النساء أو من أقاربها. فإذا كانت على قيد الحياة فعليك بإيصال المال إليها مباشرة أو مع مندوب أو بإرساله إليها بأي وسيلة. أما إذا لم تكن على قيد الحياة فالمال لورثتها عليك أن تدفعيه لورثتها أو لوكيلها الشرعي إذا كان لها وكيل بعد وفاتها. أما إذا تعذر الأمر نهائيا ولم تجدي عنها خبرا ولا تعرفين من تتصل بها ولا تعرفين أحدا من أقاربها فإنك تتصدقين بهذا المبلغ على نية أن الأجر لها. فإن جاءت فيما بعد ذلك أو جاء والدها أو وكيلها فإنك تخيرين من يأتي إليك بطلب هذا المبلغ إما بأن يمضي الصدقة ويكون الأجر لصاحبة الدراهم وإما بأن تغرمي المبلغ ويكون أجر الصدقة لك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول شيخ فالح عند كتمان بعض خصوصياتي عن الناس في حين سؤالي عنها بالقول لهم عسى ما يسألون عنك كأن يقول هل فعلت الشيء الفلاني أقول لا وأنا فعلته أو لم أفعل وهكذا هل يعتبر هذا حرام؟ أولا المطلوب من المسلم الصدق في الحديث والإخبار والكذب في الحديث من صفات المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافقين 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. لا يجوز للمسلم أن يكذب ويتعمد الكذب فإن ذلك فيه خطورة شديدة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يزال يكذب ويكرر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لا يتساهل الإنسان في الكذب. فإذا سئل عن شيء من صفاته أو خصائصه أو خصائص غيره فإنه لا يكذب وإنما يقول الحقيقة إلا إذا ترتب على هذا محذور ترتب على الإخبار بالواقع محذور فلها أن تتجنب المحذور بأي وسيلة بطريقة التورية أو المعاريض. إن في المعاريض مندوحة عن الكذب جزاكم الله خيرا. ماذا عن إخفاء الأسرار؟ بعض الناس يسألوا عن أسرار الإنسان شخصاً. الأسرار أمانة ولا يجوز للإنسان أن يخبر بها ولو سئل عنها ما لم يكن يترتب على هذا السؤال فائدة شرعية. أما ما دام أنه لمجرد الاطلاع أو لمجرد المعرفة بأسرار الناس فهذا أمر لا يجوز. السر أمانة عند من هو عنده فلا يجوز له أن يخشي سره أو سر أخيه لأن هذا يترتب عليه محذور. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا أخذت شيئا من أشياء والدي أو عمي أو عمتي أو جدي أو جدتي دون علمهم فماذا يكون الحكم بالنسبة لي؟ جزاكم الله خيرا. الحكم أن هذا لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا من مال أحد سواء كان قريبا له أو غير قريب إلا بإذنه. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ
حسن إلا بطيبة من نفسه. الله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا يجوز أخذ مال الإنسان بغير إذنه إلا بما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة المرأة إذا كان زوجها لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وظفرت بماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها، لأنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لأن هذا حق لها لم تتعد فيه عليه. أما إذا كان الزوج ينفق وقائم بالنفقة فلا يجوز لها أن تأخذ من ماله شيئا إلا بإذن. وكذلك سائر الأقارب وسائر الناس لا تحل أموالهم إلا بإذنهم، إلا ما كان من الوالد فيما يأخذ من مال ولده، أن الوالد يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، لأن الولد وماله لأبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لها تقول فيه: أنا أصلي الوتر قبل النوم، ولكن حينما أصحو ليلا في ثلث الليل الأخير أصلي ركعتين في السحر، ما حكم ذلك؟ وقد أصلي الوتر وأعزم في نفسي أن أصلي ركعتين في السفر، لأني أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء في هذا الوقت بالدعاء. وجهوني جزاكم الله خيرا. وهل أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء يدعو به في هذا الوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجه بأن يكون الوتر في آخر الليل، مهما أمكن ذلك، لأن آخر الليل أفضل. فإذا كان الإنسان يعتاد القيام في آخر الليل فإنه ينبغي ويستحب أن يكون وتره في آخر الليل. أما إذا كان الإنسان لا يفق من قيامه في آخر الليل إلا لصلاة الفجر فإنه يوتر قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه أن يوتر قبل أن ينام. أمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام، لأنه رضي الله عنه كان يشتغل بكتابة الحديث وروايته في الليل، فيتعثر عليه الاستيقاظ في آخر الليل. فإن قدر أن الإنسان أوتر من أول الليل وقام آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر له، ويكفيه الوتر الأول، لا يكرر الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وترين في ليلة واحدة. فيكتفي بالوتر الأول ويصلي من آخر الليل ما تيسر له ركعتين أو أكثر، لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر أيضا. وأما الدعاء في آخر الليل فليس هناك دعاء مخصوص، فالإنسان يحرص على الأدعية الجامعة النافعة له ولوالديه ولإخوانه ولعموم المسلمين، يتحرى من الأدعية ما كان فيها خير له ولوالديه ولإخوانه المسلمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى برنامج من الكويت، باعثها مستمع يقول: ميم عين جيم، يقول: أحدهم يريد الزواج من بنت زوجة أخيه من زوج سابق، تبلغ من العمر فوق 40 عاما، ويرفض أخوه وزوجته وأمها الزواج قائلين هذا حرام، ما حكم ما قالوا؟ هذا سبيل أن يتزوج الإنسان من بنت زوجة أخيه ما لم يكن هناك رضاع. بنت زوجة أخيه إنما تحرم على أخيه لأنها ربيبة لأخيه، أما هو فلا تحرم عليه إلا إن كان هناك رضاع محرم، فهذا شيء آخر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية دمشق زيرود، رسالة بعث بها مستمع من هنا يقول: ميم عين شين، أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل الذبيحة على روح المرحوم عند وفاته تجوز أو لا تجوز؟ هذا من البدع، الذبيحة اعتياد الذبيحة على روح الميت هذا من البدع، إذا اعتاده الناس وجعلوه عادة مفردة يكون بدع. أما لو قدر أنه في وقت حاجة وذبح ذبيحة تصدق بلحمها فهذا من الصدقة المشروعة، سواء تصدق بلحم أو بطعام أو بنقود، وهذا ينفع الميت بإذن الله. أما إذا كان هذا شيء معتاد ومرتب في وقت معين ومخصص لأن يذبح هذا يكون من البدع، لأن البدع ما وحدث في الدين ما ليس له دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد تخصيص ذبيحة في يوم معين عن النبي، لم يرد في هذا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا مما أحدثه الجهال والعوام فهو بدع. جزاكم الله خيرا. هل إطعام الزائرين لأهل المرحوم يجوز أو لا يجوز؟ وهؤلاء الزوار غرباء وأقرباء في نفس الوقت. إذا كان في وقت المصيبة فإن الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع طعام لأهل الميت، لأنهم مشغولون
بالمصيبة عن علاج طعام أنفسهم، فيكون هذا من مواساتهم ومن مساعدتهم. قوله صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب في إمدادهم بالطعام أنهم مشغولون بالمصيبة، فيكون هذا من المواساة، سواء قدمه لهم جارهم أو قريبهم أو زائر جاء إليهم. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجوز إقامة الخميس على روح المرحوم وإقامة الأربعين؟ لا، هذا من البدع. إقامة الأربعين وإقامة الخميس ورحية الحفرة اللي يسمون على دور السنة، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذا تنصحون باجتناب هذه الأمور؟ نعم، يجب اجتناب هذه الأمور ويجب النهي عنها، لأنها لا تنفع الأموات، لأنها بدع، والبدع فيها إثم ليس فيها أجر. نعم. هل تجوز الأضحية على روح المرحوم؟ نعم، تفضل. نعم، الأضحية مشروعة في حق الأحياء والأموات، وهي شعيرة من شعائر الإسلام، يستحب ذبحها، سنة مؤكدة. ذبح الأضحية سنة مؤكدة اقتداء بالخليلين إبراهيم ومحمد عليهما أفضل الصلاة والسلام، فيستحب ذبح الأضحية عن الأحياء وعن الأموات، وفيها أجر عظيم وفيها ثواب كبير، وهي أحياء لسنة، وفيها ثواب للأحياء وثواب للأموات لأنها طاعة. نعم. جزاكم الله خيرا. كم يكون نصيب الأحياء من هذه الأضحية التي قصد بها أن تكون للمتوفى؟ نحوها للأحياء، يأكلون منها ويتصدقون، كما ذكر العلماء أنه ينبغي أن يجعلها أثلاثا، ثلث له ولأهل بيته، وثلث يتصدق به على الفقراء، وثلث يهديه لجيرانه أو لأصدقائه. هذا هو المستحب، ولو أكلها كلها في بيته فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: اللباس الأسود على وجه المرأة كغطاء، ما حكمه؟ هذا أمر واجب، أن تغطي المرأة وجهها بغطاء عن الرجال الأجانب بأي لون مما اعتاده النساء، أسود أو أحمر أو أخضر وغير ذلك مما اعتاده النساء، فليس لغطاء المرأة وجه لون معين، وإنما هذا بحسب عادة النساء في البلد. جزاكم الله خيرا. هل رؤية الأخ لزوجة أخيه حراما أم حلال؟ نعم، رؤية الأخ، تعمد الرؤية، رؤية وجهها أو شيء من بدنها، هذا محرم، لأنها أجنبية، من حرام عليه، فلا يجوز له أن ينظر إلى وجهها أو إلى شيء من بدنها، لأنه لا علاقة له بها، لا بقرابة ولا بغير ذلك من أسباب المحرمية. مجرد كونها زوجة لأخيه لا يخرجها من كونها أجنبية منه. أما اعتاده بعض الناس من أن النساء يكشفن على أقارب الأزواج، هذا من العادات السيئة المحرمة، أما الشريعة فإنها تأمر بالحجاب عن أقارب الزوج وغيرهم. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمل وهو قريب الزوج، فقال: الحمل موت، يعني أن خطره أشد، والتحفظ منه أوجب وآسف. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: ألف سين تاء، يقول: أنا مصري مقيم بجدة، وقبل 3 أشهر تبت إلى الله ورجعت عن المعاصي، لكن لدي مشكلة، وهي أنني كنت أعمل في شركة بمصر، ولكن أخذت بعض الأموال بغير حق، أي أني كنت أبيع لحسابي بعض الأشياء وأعرف مقدارها، هل يجب علي أن أعيد تلك الأموال؟ وإذا أعدتها فإنني أخجل من تصرفي، أم أتصدق بها؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك أن تعيد هذه الأموال إلى الشركة وأن تعتذر، تقول مثلا: أنا أخذتها لأنني محتاج، وأخذتها من باب الثقة بكم أو ما أشبه ذلك، وأنكم لا تكرهون ذلك، إلى غير ذلك من الأعذار. المهم أنه يرد المال إلى صاحبه، سواء كان شركة أو أفرادا، لأن هذا حق للغير، ولا تبرأ ذمته إلا بأدائه إليه مع طلب المسامحة منه، وهذا أسهل عليه من بقائه في ذمته إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن كانت عنده لأخيه مظلمة يتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني في يوم القيامة. إن كان له حسنات أخذ من حسناته، أعطيت المظلومين، وإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات الآخرين، طرحت عليه فطرح في النار. فالأمر خطير، وكونه يصبر على مشقة إيصال الحقوق إلى أهلها في الدنيا أسهل عليه من مشقتها في الآخرة. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى
تعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. حياكم الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن